انا احساسي دلوقتي مرتاحه بقى، اللي هو لما فاروق قال لي انه شكل الباكجينج محتاج يتغير، يعني لا حسيت ان انا قلبي حسيت ان انا يعني بروكن هارت. اصعب موقف وانا داخله، يعني اول ما الباب اتفتح وانا واقفه بقى، مع ان انا اي براكتست مليون مره قبل كده بس لا مختلفه. اول حد نفسي اكلمه هي مامتي صراحه، هي بقى لها اسبوعين ستريسد وعماله تدعي لي وتقول يا رب تعملي حلو، فنفسي اكلمها طبعا. هي ماما ايوه انا خدت دي الحلو قوي. انتي مجتهده وربنا معاكي. اخدت 2 ديلز، اخدت 2 ديلز من 3 شاركس ما شاء الله. مبروك يا دايما دايما كده في النجاح والتفوق. حبيبتي الله يبارك فيك يا ماما. لكل مجتهد النصيب، كل مجتهد النصيب. حبيبتي ثانك يو يا ماما. مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك.